سلام، كيفكن؟ اليوم رح نتعلم كيف نرسم إبريق فخار. رسم الإبريق ممتع جدا، هين كتير، بس بده متابعة خطوة بخطوة. الخطوة الأولى اللي بدي أعملها، رح أرسم أنا شكل بيضاوي من الأعلى، رح أنزل خط منحني إلى الداخل، خط منحني إلى الداخل، وخط موازي للخط اللي بالأعلى بهالشكل هيدا. رح أرجع أنزل بخط منحني، خط منحني هيدا للداخل، بعدين برجع خط منحني للخارج بهالشكل هيدا، وبرسم خط جالس، برجع برسم مستطيل. من هالميلة اللي سكرتها رح ارسم مسكة الابريق الفخار اللي هو من التراث اللبناني. رح ارجع ارسم من هون فتحة الابريق اللي هي عبارة عن خط منحني طالع للأعلى، شكل بيضاوي، ورح ارجع انزل خط مائل بهالشكل، وسكر سكر بشكل موازي لهون، سكر ابريقي بهالشكل هيدا. هاي ابريق الفخار صار جاهز عندي. هلأ ليبين الإبريق على الطاولة، رح ارسم خط الأفق تاعي. بالنسبة لتلوينه، إذا بتتذكروا مثل ما لونا رسم الكوب، رح نلون فتحة فم الإبريق باللون الأسود لأنه هي جاي غمق. رح نلون السماكة من هون كمان بالغامق بهالشكل، رح نلون كمان الغمق، باقي الغمق اللي حيجي من الأعلى بهالشكل. رح نلون فتحة الإبريق، ما منشد هون على التلوين إذا بتلاحظوا، أنا هون ما عم شد على التلوين. إنجل إنجل عطتنا دنبة. ورح أرسم فتحة قلنا فاتح، من تحت حيكون أغمق بدرجة، أغمق بدرجة، يعني هون بدي اشتغل انا على التدرج اللوني، على التدرج اللوني. نفس الشيء من الاسفل، هذا المستطيل اللي بالاسفل رح يكون كمان باللون الاغمق. هلا اذا بتذكروا، ليبين عندي انه الابريق مبروم برم، انا بلون بخطوط منحنية بطن الابريق ليبين هو انه نافر عندي. ونحن هون عم نشتغل على تقنية 3 dimension 3D او ثلاثية الابعاد. كمان بقلم رصاص رح ارسم خطوط منحنية، انطلاق الخط حيكون بالغامق وبيدرج، يعني بيتفتح تدريجيا، اول شي بيكون عليه ضغط، بعدين بخف الضغط بيصير طبيعة الحال
افتح هاي الخطوط المنحنية بتاعت الابريق، كمان من هالميلة، هاي إذا بتلاحظوا من الوسط أفتح شي عندي. بلش الإبريق يبين معي. هون هي تقنية الثري دي نجاحها بنجاح تلوينة، يعني التلوين هو اللي حيظهر الأبعاد لرسمتكم. هاي بتشوفوا كيف بلشت تبين رسمتي، وهون نفس الشيء لا يكمل تلويني للإبريق. هلا من الداخل عالخفيف بوصل الخطوط ببعضها، عالخفيف ما بشد، بوصل الخطوط ببعضها بهالشكل هيدا، ببين عندي شوية لمعية. هلا قربنا نخلص مشروعنا، هنشد على القلم هون ليبين شوية ظلال. هنرجع هون كمان هاي رسمتنا خلصت. حنجيب المقص هلا، نقص الابريق
حنجيب الشفرة هون، بليز انتبهوا انتو عم تستعملوها. حنفرغ جزء من المسكة، بليز انتو عم تستعملوا الشفرة انتبهوا على ايديكم كتير منيح. برجع شيل الشقفة الزايدة اللي طلعت معي، هيك صار عندي ابريق الثلاثي الابعاد. هون ابريقنا، تلاحظوا انه كأنه نافر. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بحلقتنا. انجل انجل قولي باي. انجل يلا، يعطيكم العافية، باي باي.